السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج تغطية خاصة نناقش فيها اليوم الدعوات لحل لجنة الستين وتعيين بديلها لإصدار الدستور وترحيب المجلس الأعلى للدولة بذلك والحراك الفيدرالي أيضا في الشرق بهذه الخطوة التي دعا لها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. سنتحدث بالتفصيل حول كيف سيتم ذلك وما هي تبعاته القانونية وهل سيؤثر على المرحلة الانتقالية ونهايتها ومدتها الزمنية. ولمناقشة هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي السيد عصام الزبير ومعي عبر الهاتف عضو لجنة الستين السيد اعتماد المسلاتي ومعي عضو مجلس النواب السيد زياد الدغيم وعضو مجلس الدولة السيد عبد السلام الصفراني. أبدأ بالسيد اعتماد، أهلا وسهلا بك إلى شاشة النبأ. يعني كيف تنظرون إلى هذه الدعوات بحل لجنة الستين؟ هل يمكن القول بأن لجنة الستين فشلت في مهمتها فعليا؟ السلام عليكم، مرحبا بك سيدي الفاضل وبضيوفك الكرام وبمشاهدينا الكرام. اهلا بك. اولا اتساءل لماذا الان ولماذا العراق الان؟ عندما وصلت لجنه الستين الى لجنه توافقات وقد وضعت بينها توافقات وعلى صمت التصويت على الدستور وانهاء المرحله الانتقاليه بالكامل ياتي المنادات. هل هي منادات لصالح الوطن ام هي منادات لبقاء المرحلة الانتقالية أكثر أم هي مناداة لمعاناة الشعب الليبي أكثر؟ سيدي الفاضل أنا الآن أتساءل، الآن يطالبون بتعيين لجنة 60 أخرى. ماذا حدث في 2012 عندما قامت جماعة في الوادي الحمر عندما اعتصمت وقالت عندما كانت لجنة 60 في الإعلان الدستوري بالتعيين وقامت وقالت إن كانت بالتعيين ولن تكن بالانتخاب و2020 على غرار لجنة 51 سنقوم أمام هذا الأمر ولو بالسلاح. ثم جاء السيد عبد الجليل مصطفى عبد الجليل وقام بتعديل الإعلان الدستوري ووضعها بالانتخاب ووضعت بالانتخاب وذهبت في مسارها لجنة 60. لجنة الستين متقيدة بإعلان دستوري، لجنة الستين لا أدري حلها الآن هل هو من اختصاص السلطات التشريعية فهي عبارة عن سلطة تأسيسية وهي منتخبة من الشعب كما منتخبين جميع السلطات التشريعية من الشعب، وحلها يكون عبارة عن وجود أشياء قانونية تؤدي في حلها. هل هو معرقلة العرقلة المسار الدستوري الذي أظن أن الليبيين يحلم أن يكون لهم دستور وتكون لهم دولة مؤسسات وقانون، أم هو ما أدري لماذا الآن ولماذا وضعت الآن ولماذا غيرت الآراء بالتعيين بعدما أنها وضعت؟ ثم إن كانت أرادوها بالتعيين لماذا دفعوا المال في سبيل انتخاب هذه الهيئة؟ كانوا وقفوا أمام المؤتمر وقتها وطالبوا بتعديل الإعلان الدستوري إلى تعيين دون انتخاب ووقفوا هذه. أما الآن بعد مرور 3 سنوات يأتون ويقولون نريد أن نعين لجنة 60 أخرى حتى يرجعون إلى نقطة الصفر وكأنها ليبيا رهينة إلى مجموعة معينة إن لم يعجبها هذا وستبقى ليبيا عقل تجارب إلى أن تنهار ليبيا علينا وعلى رؤوسنا على رؤوس سادتنا وعلى رؤوسنا نحن وعلى رؤوس أهلها. ما أدري هل هو لصالح الوطن أم لصالح من؟ أريد إجابة صريحة. إن كان لصالح الوطن فليعطوني بالمواد التي طالبوا بحل هذه الهيئة لصالح الوطن ويعطوها بأساليب محددة وليقنعوا الشارع وليقنعوا الشعب الليبي بذلك. طيب سيد زياد غيم تسألك أستاذ اعتماد المسلاتي، لماذا الآن؟ لماذا يتم تقرير يعني حل او دعوه لحل الهيئه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور وانهاء مهامها بعد ان توصلت ما تسمى بلجنه التوافقات بداخلها الى مشروع اتفق عليه الاطراف داخل الهيئه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور؟ اولا شكرا لك على الاستضافه، تحيه لحضرتك والضيوف ولكل المشاهدين الكرام.
بكل تأكيد أن هذا الأمر يحتاج إلى مقاربة قانونية وأيضا من الناحية السياسية. اسمح لي أولا أن أتكلم من الناحية السياسية. كما ذكرت الأخت وتذكر الأستاذة في سيرة هذه الهيئة وكيف بدأت وتربط هذا الأمر بمجموعة معينة وإلى آخره. للأسف الشديد أن هيئة الستين لم تحترم الاتفاق الذي تم ما بين مجموعة المعارضة والتي طالبت بانتخاب هذه الهيئة، وكان من ضمن الاتفاق أن يتم استفتاء الشعب الليبي على المواد الحاكمة، على المواد الفاصلة، على المواد المفصلية. هل الشعب الليبي يريد نظام ملكي أم جمهوري؟ هل الشعب الليبي يريد نظام برلماني أم رئاسي؟ هل الشعب الليبي يريد دولة فيدرالية أم دولة مركزية؟ هذا كان أساس وأصل الاتفاق والاستفتاء. وهناك رسالة وكتاب الوطن العام في آخر أيامي في شهر 5 بهذا الخصوص، وهو طلب من هيئة الستين إجراء، تم تعديل الاستفتاء إلى كلمة استطلاع، ولكن للأسف الشديد تم تفسير هذا الأمر بأسوأ ما يمكن، وتم استطلاع عن طريق موقع إلكتروني وفي نوع واضح من عملية مصادرة حق الشعب الليبي في هذا الاتفاق أو في هذا الحق، وهو أن يصنع دستوره وليس أن يختزل الدستور في مجموعة قد تعقد صفقات هنا وهناك. هذا أثر بشكل كبير على الوقت، والنتيجة كانت ضياع 3 سنوات نتيجة عدم استفتاء الشعب الليبي على المواد الفاصلة، ثم عقد صفقات رخيصة اسمح لي أن أقول ومشبوهة. يتكلمون الآن عن بنغازي مقر للمجلس التشريعي. لماذا بنغازي مقر للمجلس التشريعي؟ تحت أي صفة؟ تحت أي اسم؟ لماذا لا تكون مدينة أخرى؟ أي أن يجب أن نعترف أن بنغازي عاصمة، عاصمة كذلك كتفا لكتف وبجوار شقيقتها طرابلس وسوة المدى 188، أو أن نتجاوز ذلك وتصبح لدينا عاصمة واحدة. لماذا تم تمييز بنغازي بعاصمة بمقر المجلس التشريعي؟ هذا أسلوب هجين أدى إلى 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 دستور هجين. كذلك صفقة أخرى، نحيل ونمنح الحق للعسكري أن يتقدم للانتخابات. يعني ممكن الآن عسكري وبكرة يخش على الانتخابات. هذا عمره ما صار في أي دولة في العالم وفي أي عرف. أيضا ما يسمى باللامركزية الموسعة، هجين حقيقي، ترضيات رخيصة اسمحني على التعبير، بعيدا عن الواقع، بعيدا عن القانون، بعيدا عن المنطق، بعيدا عن العرف. هذا من الجانب السياسي، هذا من الجانب السياسي. أما من الجانب القانوني وهو الأهم، نحن لم نتكلم ولم نعترض ولم نناقش هذا الأمر إلا بعد. أولا، الإعلان الدستوري منح الهيئة 3 أشهر. هذه 3 أشهر انتهت، بل في أحسن التفسيرات منح الهيئة مدة حتى 10/2015. في شهر 10/2015 قام مجلس النواب بالتعديل 9 والتمديد لنفسه، وعندما قام بذلك لم يشير إلى استمرار الهيئة، وبالتالي لا يوجد الآن أي غطاء دستوري لعمر الهيئة ومدة عملها، انتهت الهيئة. ثم جاء الاتفاق السياسي وهو وثيقة وطنية تعتبر فوق الدستورية لأنها تلزم الجميع ومجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين هذه الوثيقة. هذه الوثيقة الوطنية اللي مش نحن ناقشناها ولا حطيناها، قالت وأصرت ونصت على أن عمر الهيئة ينتهي يوم 24/3/2016. مجلس الدولة أقر بذلك اليوم في بيانه، وسيد رئيس المجلس النواب دعا إلى ذلك، وأعتقد أن أمر أصبح واضحا وجليا. ومن العيب والمعيب أن نضع أن الأمر وكأنه طلب لفئة معينة أو مجموعة معينة. كفانا الشرخ في المجتمع الليبي وتلميح أن الشرق يعطل ويعرقل وكذا حتى نثير مجموعات في الغرب الليبي وغير ذلك. عيب هذا الأمر، لا يجوز. مجلس الدولة ومجلس النواب مؤسسات قانونية لديها سقف قانوني، وعمر الهيئة قد انتهى. لقد فشلت الهيئة، وذكرنا لماذا فشلت الهيئة. طيب، ما هو البديل الذي يمكن أن يحل محل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لإصدار دستور والخروج من كل هذه المرحلة الانتقالية برمتها التي أصبح كل الليبيين يقولون بأننا مللنا منها ومللنا من مشاكلها وخلافاتها وصراعاتها بالكامل؟
نعم، لقد ناقشنا مع الأخوة أعضاء مجلس الدولة هذا الأمر، وذكرنا أن لا يمكن أن نقول أن العيب هو في شخصيات الهيئة، كلهم شخصيات محترمة ومتعلمة وكثير منها متخصصة. العيب هو عدم وجود مرجعية. ليس لدينا إلا خيارين لا ثالث لهما. حتى لو تشكلت لجنة جديدة، لجنة ستكون لجنة صياغة وليس لجنة صناعة، ستكون مقيدة بإحدى الاثنين. إما إجراء استفتاء للشعب الليبي على المواد الحاكمة، يجب أن يفصل الشعب الليبي في ماذا يريد، هل يريد عودة الملكية، هل يريد نظام جمهوري، هل يريد نظام برلماني رئاسي، نظام عسكري، ماذا يريد الشعب الليبي؟ هذا أولا، نظام فدرالي إلى آخره، هذا أولا. ثانيا، إذا عجزنا هذا خيار، الخيار الثاني وهو الأقصر وهو القصير، وهو العودة إلى الشرعية الدستورية، إلى العودة إلى الدستور 1951 وتعديلاته، لنختار الأنسب. هل الأنسب لنا 51 أم الأنسب لنا المعدل في 63، وليتم إجراء انتخابات على أساسه لفترة 4 أو 5 سنوات تستقر فيها البلاد، ثم بعد ذلك نخرج من هذه المرحلة ونقرر هل نحتاج إلى دستور آخر أم نستمر بهذا الدستور المعدل. طيب، عود الآن للأستاذ اعتماد مسلاتي مجددا. أستاذ اعتماد، ما رأيك؟ يقول لك سيد زياد غيم بعدها أن ما يحدث الآن هو نتيجة لفشل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تنفيذ استحقاقاتها وفي الوفاء بالتزاماتها، وأن الأمر يعني جاء بعد مدة طويلة جدا من انتظار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. سيدي الفاضل، أريد أن أشرح شيء معين. نحن عندما كنا في الهيئة التأسيسية في منتصف عمر الهيئة التأسيسية، طلبنا بأن يرسل تقرير إلى وقتها إلى المؤتمر الوطني وإلى البرلمان، عندما كان هناك نزاع خلاف بين المؤتمر والبرلمان، وكانت هناك قضية مرفوعة في المحكمة الدستورية وقامت قضية دستورية. فطلبنا من السيدة علي الشرهوني أن يرسل ورقة على حسب الإعلان الدستوري بأن نحن لا نستطيع إنجاز هذا الدستور في 4 أشهر. فقام السيدة علي الشرهوني بإرسال هذه الورقة إلى المجلس النواب، وهذه الورقة ما زالت عندنا، وقام مجلس النواب وضعها حسب معلوماتنا إنها لم تقرأ على أعضاء مجلس النواب، بل وضعت في الدرج وهي ورقة من الهيئة بأننا لن نستطيع إنجاز الدستور في 4 أشهر، وهو اعتمادا بالإعلان الدستوري. سيد الفاضل، أنا الآن لا أعرف السيد زياد دغيم هل هو يتكلم على أنه هو تبع الإعلان الدستوري أم تبع اتفاق الاستقرار. إن كان تبع الإعلان الدستوري، فإن الإعلان الدستوري الإعلان المحكمة الدستورية قد أنهت عمل العام لمجلس النواب واستمر في عمله مجلس النواب، وإن كان حتى استمر في عمله بالإعلان الدستوري فهو انتهاءه ب18 شهرا، وإن كان يريد أن يمدد فيمدد إلى انتهاء هيئة التسكين من 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 استحقاقها، وهو عبارة عن إقرار مشروع الدستور فتنتهي بهم المرحلة الانتقالية. إن كان السيد دغيم يتكلم على الاتفاق السياسي، أنا لا أعلم هل الاتفاق السياسي الآن طيل المكان قد أصبح منفذ على الأرض الواقع. فإن كان منفذ على الأرض الواقع، فإن اتفاق القرى يعطي للمجلس الدولة والنواب والحكومة عبارة عن سنة قابلة للتجديد، وهي تبدأ من 17-12 من توقيع الاتفاق 2015 إلى 17-12-2016، وهذه انتهت بالاتفاق الصراط. وأنا على علم بأن اتفاق الصراط ما زال لم يكون حيز النفاذ. هذه نقطة. النقطة الثانية سيدي الفاضل، عندما مجلس النواب وضع لنفسه استحقاق تعديل الإعلان الدستوري وعدل التعديل التاسع في الإعلان الدستوري، وضع بندا إن هو ينتهي مدتهم في انتهاء هيئة الستين، ولم يتطرق بأن هذه هيئة الستين قد انتهى عملها أم لا. هذا في الاستحقاق التاسع في الإعلان الدستوري الذي وضعه لنفسه مجلس النواب والذي اعتبره حق أصيل له. سيدي الفاضل، هذه كلها إن كنا نحن نريد أن ندخل في أمور قانونية، فأمور قانونية نحن عبارة عن أعضاء هيئة منتخبين من الشعب كما مجلس النواب منتخبين من الشعب. وإن كنا نريد الرجوع إلى الإعلان الدستوري، فالإعلان الدستوري
ينهي جميع الأجسام الشرعية الموجودة الآن على أرض الواقع بالإعلان الدستوري. وأيضا بالنسبة لمسودة الصراط، ما زالت مسودة الصراط لم تقم قيد النفاذ، وما زالت هناك في خلاف وهناك في تعديلات. أما يريدون أن يقولون نريد لحظة فصل، يريدوا أن يعدلوا في المادة 51 مجلس الدولة، في المادة 52 كما وجدت في مسودة الصراط سيد الفاطر، إن كانوا يعدلون في شيء مجرد التعديل، ما جاء التعديل إلا ما زال هو مسودة الصراط لن تكون حيز للنفاذ، مجرد إنهم أتوا إلا على الهيئة تعديل بنود الهيئة وتعديل استحقاقها وإبعادها. أما السيد الغين يقول نحن ذلك لأن بنغازي عاصمة، ما بنغازي هذا هو عبارة عن رأيه، بنغازي مدينة ليبية مثلها مثل المدن الليبية، ولديه حق في السلطة التشريعية وضعت في الدستور، بالفعل فتتت المركزية هذا الدستور. ولكن أقول لك سيد الفاضل، ما يبقى إلا السيد الغيم وجميع السياسيين وجميع حتى أعضاء الهيئة، ما لهم إلا أن يدلوا بصوتهم بنعم أو لا في الاستفتاء الشعبي. أما أن يقول إنهم سيرشعون إلى الشعب وهو الذي يختار نظام حكمه، وهذا ما فعلته الهيئة طيلة هذه 3 سنوات، فلدينا كثير من المراسلات ولدينا كثير من الإحصائيات والدراسات، وهم الذين يطلبون بأن يكون نظام رئاسي داخل دولة جديدة. أذهب إلى الاستوديو سيد عصام، هل أصبح الدستور أبعد مما فات وفق هذا الكلام وهذا الخلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. حقيقة يجب أن لا نجامل، نحن الآن في وضع يعتبر وضع صعب جدا حتى في المشهد السياسي، حتى الاتفاق السياسي وقف في أفق مسدود. كان الشعب الليبي يتطلع بأن هذه الهيئة تصدر يعني تسن التشريعات التي هي للدستور حتى يتم بعد ذلك الاستفتاء عليها والدخول في المرحلة الجديدة لبناء ليبيا، وليس البقاء في المراحل الانتقالية. لكن ما حدث أن هذه الهيئة خدعت الليبيين حقيقة. كان يتوجب منذ لجنة فبراير حدد لها العمل، وكان هناك شرطان، إما تقدر على هذا أو لا. وأصبحت هذه الهيئة الآن تسير بعد 3 سنوات ولا ينتظر منها أن يتم الحل، حتى لا نكون أستاذ اعتماد ليس عليك أنت ولا على شخصك، ولكن على الهيئة في حق أن هذه الهيئة لن تتم حتى بعد 3 سنوات هذا الدستور ولن تكتبه. ولذلك أصبحت ترحلون المشاكل الكبيرة إلى مرحلة ما بعد. حتى الآن لا يتم الحديث عن النشيد ولا عن العلم ولا على اسم الدولة ولا عن الأشياء التي هي تعتبر، ولا العواصم، الأشياء التي ذات مشاكل كبرى بين أعضاء الهيئة هي التي الآن رحلت حتى يتم بالقول بأن هناك اتفاق وهناك توافقات. وأعتقد أن الذي ما زال هو الذي أصعب من الذي تم. ولذلك أقول أن حتى هذه المشكلة الكبيرة أنهم يتمثلون من 60 شخص لم يتم التوافق بينهم لمدة 3 سنوات. بعضهم ذهب إلى مسقط وعمان التي لا يوجد فيها دستور، وجلسوا هناك واستمعوا إلى كوبلر، ودخلوا حتى في المتاهات السياسية، وهو الذي جعل هذه الهيئة تزداد مشكلة أكبر وعبء على المشهد الليبي أكثر من حل. ولذلك يجب علينا أن نكون حقيقيين وصريحين حتى نسجد أنفسنا. هذا حقيقة ضروري أن نوضح أن ما تعانيه ليبيا الآن جرى هذه الأسام التي خلقت ولم تترك أماكنها، والتي استغلت المشهد السياسي الذي هو الآن في فوضى، والتي أرادت أن تبقى وتستمر في المشهد. يجب علينا أن نكون الحقيقة، إذا لم نتمكن نقول لم نتمكن. هذه الهيئة ولدت لدينا العديد من المنظمات والعديد من المطالبات بإعادة للدستور السابق الملكي والمناشدات بصورة كبيرة، وإعادة حتى الحياة الدستورية الملكية، ودخلت بنا إلى أطراف أخرى في المشهد السياسي الليبي نتيجة لعدم وجود جدية وقوة في تفعيل ما أنيط بها لهذا العمل. طيب. يجب أن يكون الأمر واضحا. إذا احنا استزنا هذه المعضلة التي أصبحنا نعيش فيها، هي المراحل الانتقالية التي أثرت حتى في حياة الناس وخلقت الأزمات وسرق المال العام جرى ذلك، لكننا لم نرى أي شيء، بل رأينا أن كلام في الإعلام كثير، وسنأخذ من عدة دساتير في العالم، والدساتير مهمة وهم يعلمون جيدا. طيب. الدستور الملكي كان يعتبر في تلك
الدساتير آنذاك من أفضل الدساتير، كان يجب عليهم الاستفادة من الدستور الليبي وتحويل النقاط التي فيها اختلاف والبدء من جديد بعضها في تلك النقاط. هذا لن يستمر حتى عام، لن يستمر حتى 6 أشهر قد يكون، حتى ولو أنيط لبعض القانونيين، لكن لم يبقى بهذا الشكل، يوم نجتمع يوم لا، يوم يكون السيد علي الترهوني موجود، يوم ندير عليه انقلاب، يوم نمشوا لمسقط، يوم نتركه. احنا قلنا ان يذهبون الى البيضاء لان البيضاء بعيده عن كل شيء كانت، ولكنهم لم يستفيدوا من تلك الامور. تقول لك بان كل مؤسسات الدوله او كل مؤسسات المنتخبه في ليبيا تعيش نفس الحاله ونفس الامر، وما زالت تمدد لنفسها، حتى ان البرلمان مدد لنفسه بدون استفتاء، ونحن نعاني من مشاكل وصنعنا لجنه توافقات لكي نخرج بدستور، وهذه مهمتنا، ولكن الان هل هي سنة متبعة أن هذا مثلا مدد حتى احنا العمل الوطني يحتاج إلى ناس وطنيين يبحثون في الحل وليس في التمديد، وإذا كانت سنة التمديد معناها حتى هي تو الآن سنة التمديد للمواطن بالمعاناة والأزمات. طيب. هذه هي حتى هي سنة بالنسبة للمواطنين. طيب. الذي يعاني المواطن. نعم. يجب الحل الآن، البحث عن حلول، ليس البحث في التمديد. هذا مدد أن يمدد، هو حتى المشكلة في البنك المركزي، أنا أقولها بصراحة، إذا كان انتهى مدة عمله ينهيه خلاص، لنرى بعد ذلك كيف يكون العمل، هل هو وطني أو غير وطني. طيب. مشاهدينا، عصام ابقى معنا وكل ضيوف يبقى معنا، ما زلنا نحاول أن نتصل بالسيد عبد السلام الصفراني، سنذهب الآن إلى فاصل ومن ثم نعود لكم. إذا كنت شاعراً أم هواة الكتابة الشعرية، تعتقد بأن لكلماتك القدرة على المنافسة، شارك بقصيدتك الشعرية الخاصة وادخل التصويت لتنال جائزة أفضل شعر عن المصالحة الوطنية، وذلك من خلال إرسال مقطع فيديو لقصيدتك عن المصالحة أو مقطع صوتي مرفق بصورة على البريد الإلكتروني مصالحة@annaba.tv أو على فيسبوك نبأ المصالحة. شارك بكلماتك في مسابقة شعر المصالحة الرمضاني واحصل على جوائز قمة. مش انه فيه ضي، ما نعلمش انه وصلت شركه الكهرباء الضي، علقت الضي، المفروض جو بلغ، لقيت روحي في المستشفى شارع الزعوي، لقيت يدي مكتورات، ونشكر ربنا عنده، الحمد لله يا رب، الحمد لله على الشيء اللي كاتب لنا ربي بنشبه. كان زين الكراسي ياكلوا في فلوسنا، يضحكوا علينا، ويقولوا لنا باهي باهي باهي، ومشات. نبي طرف صناعي، ما نبيهمش زوز، نبي يد. واحدة هي أكثر من هذه، بنبني منها شيء الدولة. اهلا بكم مشاهدينا مجددا الى تغطيه خاصه، اذهب الان لسيد زياد دغيم مجددا. سيد زياد، اذا كان الدستور في مرحله ما، في مرحله سابقه كان فيها الخلاف السياسي اقل، لم يصدر ومن قبل هيئه منتخبه، كيف اليوم يمكن
إعادة بلورة مشروع دستور أو طرح هذين الخيارين في ظل الخلاف السياسي العميق ما بين الأطراف السياسية، خصوصا أن يعني هناك مجلس الدولة يقول على أن مجلس النواب لم ينشأ إلا باتفاق سخيرات، ومجلس النواب يقول لمجلس الدولة أنت جسم يعني هجين وجسم استشاري وما زلت ناقص العضوية ولم تجتمع بشكل كامل. هل مع هذه المتناقضات يمكن أن يخلق اتفاق ما من هذا النوع؟ نعم، اسمح لي تعقيب سريع وفي نقطة أساسية فيما ذكرت السيدة الاعتماد، وأعتقد أن فهمتني بشكل خطأ. أنا ما طلبتش أن بنغازي تكون عاصمة، أنا ذكرت أنتقد فيها وأنتقد في هذا الدستور الهجين، هذا الدستور الفرضيات اللي من دون شكل. قلت لها على أي أساس، شنو هو الأساس اللي اخترته بنغازي تكون فيها مقر للمجلس النواب ومجلس الشيوخ؟ لماذا ميزت بنغازي عن بقية المدن؟ هل هي عاصمة بنغازي مثلا؟ إذا هذه عبارة عن ترضيات. وذكرت لها مثال آخر في موضوع الجيش والعسكر، كيف يسمح في العالم كله ما فيش عسكري يخش دغري على انتخابات مدنية يجب أن يستقيل لمدة سنة أو سنتين؟ لماذا حذفت هذه المادة؟ واضح أن هناك ترضيات وصفقات، وبالتالي هذا الموضوع هجين سيء لا يليق بالشعب الليبي بعد كل هذه المعاناة السنوات، ولن يمر أساسا هذا الدستور، وسيحدث مشاكل كبيرة في ليبيا إذا طرحت هذه المسودة. النقطة هذا من جانب معين. أيضا ذكرت مغالطات كثيرة، مجلس النواب لم يمدد لنفسه ومدد معه للهيئة، وذكر أن في التعديل التاسع أن عملي ينتهي بعمل الهيئة. أبدا، مجلس النواب ذكر أن التمديد ينتهي بدستور يتم الاستفتاء عليه وانتخابات ما بعد الدستور. قد تنجزه هذه الهيئة، قد تنجزه هيئة أخرى، قد نعود بالشرعية الدستورية، هذا أمر بعيد. إذن الآن الإعلان الدستوري لا يوفر أي غطاء دستوري أو قانوني لاستمرار الهيئة، والاتفاق السياسي لا يوفر أي غطاء لاستمرار هذه الهيئة. الاتفاق السياسي قام مجلس النواب التصويت عليه مرتين، مرة يوم 25 يناير 2016 وأعاد التصويت عليه في مارس 2017، وبالتالي أصبح أمر واقع وموجود. مجلس، عودة لسؤالك، الآن مجلس النواب ومجلس الدولة في تناغم، في توافق، في شبه تطابق ربما حتى في الأفكار والإجابة الحلول. نجد المتمردين على هذا التوافق، نجد الآن المعرقلين الجدد على هذا التوافق. هيئة تطير غدة 3 سنوات الآن تتمرر بأي طريقة وبالمغالبة وبدون وبعيدة عن نصوص الإعلان الدستوري وبعيدة عن القانون وبعيدة عن اللائحة الداخلية وبعيدة عن حكم المحكمة الذي صدر ببطلان إجرائها السابق، تريد أن تكرره من جديد، يعني شيء غريب. أيضا نرى هناك من يريد الانقلاب على الاتفاق السياسي، عندما وصلنا إلى شبه توافق وتكون رؤية مشتركة. أعتقد أن الآن، أنا ذكرت وليس هذا وجه نظري، أنا أتكلم عن منطق، هيئة 60 لم تستطيع لثلاث سنوات إنتاج دستور لأنها لم تذهب إلى الطريق الصحيح، وهي العودة للشعب الليبي واستفتاء الشعب الليبي بشكل واضح. طيب، نحن مش نخدع في بعضنا، يجب أن يكون السؤال واضح، ماذا يريد الشعب الليبي، ثم نرجع ونصيغ الدستور، أو إذا لا نستطيع ذلك يجب أن نرجع إلى دستور الاستقلال وننطلق منه. بس كيف ما قال الأستاذ ضيفك الكريم، لا علم، لا نشيد، لا عاصمة، لا نظام واضح، لا شيء هجين، شيء لا يقبل. وهذا من ناحية سياسية. أما من ناحية قانونية فقد انتهى عمل هيئة 60، لن نستقبل منها شيء، لن نقبل منها إحالة، لن نتعامل مع هذه الهيئة، وخاصة مع بيان مجلس الدولة اليوم. وأعتقد أن سكان البيضاء والشعب الليبي في الشرق الليبي لن يقبل استمرار عمل هذه الهيئة منتحلة بالصفة وسارقة، اسمح لي على التعبير، لمستقبل ليبيا. طيب، أعود أن الأستاذ اعتماد مسلاتي مجددا. أستاذ اعتماد، كيف يمكن أن يكون هناك موقف لأعضاء الهيئة تأسيس لصياغة مشروع الدستور بعد هذه التطورات؟ هل ستقبلون الانسحاب أم ستشاركون في أي عملية يعني عودة للدستور الملكي أو تنقيح للدستور في المرحلة الجديدة، أم ما أنتم فاعلون؟
رد على بعض الأشياء. طبعا بالنسبة للمغالبة لم تكن هناك مغالبة، عندما ندخل إلى الهيئة هناك شيء اسمه تصويت، والتصويت هذا ما أعطاه إلينا الإعلان الدستوري وهو بسبعي الأعضاء زائد واحد، ولم نخالف حكم المحكمة في ذلك، بل انصاغت الهيئة إلى حكم المحكمة، والآن حدثت مسارها على اتباع حكم المحكمة على ألا تخالف الإعلان الدستوري في أي نقطة أو مادة هي قد تخرجها، هي لم تريد أن تقدم دستور قد مصيره إلى أن تلغيه المحكمة، بل هي مصرة أن تخرج دستور دائم بالبداية مصيره الاستفتاء من الشارع الليبي، ثم الشارع الليبي هو الذي يقول سمته الفصلة ثم بعد ذلك يقف. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمجلس التشريعي، ولم يكن هناك فرضيات، بل هناك إن وضع المجلس التشريعي في بنغازي أو وضع في أي مدينة ليبية لا بأس، لا ضير، فكل ليبيا تعتبر مدن ليبية، ولا بأس أن تكون مدام المنتقدين ليبيين ومدام هناك المنتقد هناك عبارة عن قوانين يتنها فلن يخرجوا من قوانين الدستور، فأينما يكون سيحاسب إن خالف هذا الدستور. بالنسبة للعلم والنشيد سيبقى على ما عليه العلم والنشيد، لا هناك ليس هناك كما يصورون إنه بدون علم ونشيد، سيبقى العلم والنشيد كما هو. ثم إن أرادوا بالاستفتاء الشعبي تغيير العلم والنشيد فهذا شأن الليبيين وشأنهم وهم من يختاروا ذلك. بالنسبة للدستور 51 إن الليبيين عندما خرجوا لثورة 17 فبراير خرجوا رفعوا العلم والنشيد ولم يرفعوا الدستور. ثانيا إن الإعلان الدستوري هناك مادة في الإعلان الدستوري تقول تعتبر جميع المواثيق ملغية بوجود الإعلان الدستوري، يعني بما فيهم دستور 51 يعتبر هذا ملغي. ثانيا هل له الحق مجلس النواب أن يحل هيئة منتخبة انتخاب من الشعب مباشر انتخاب حر نزيه؟ هل لديه الحق وكيف أعطت لنفسها هذا الحق؟ أم عندما يقولون بأن الحق الإعلان الدستوري رديت على السيد زياد الدغين بذلك إن الهيئة أرسلت في نص مشوارها ورقة، سيد علي الطروني أرسل ورقة إلى مجلس النواب يقول لهم لم نستطيع أن نكمل الدستور في 4 أشهر، وهذا طبق للإعلان الدستوري الذي طلب منهم في نص 120 يوما أن يرسلوا بورقة إلى مجلس إلى السلطة التشريعية ويكتبوا تقرير هل هم يستطيعون أم يستطيع أن يمدد لهم السلطة التشريعية بذلك، وهي فعلت طبق للإعلان الدستوري. بالنسبة لمجلس النواب، مجلس النواب هل هو، أنا أريد سؤال واضح، هل هي متوردة الصراخ أصبحت طيل النفاذ على الأرض أم هي ما زالت لم تصبح طيل النفاذ؟ إن كان هي ما زالت في خلاف بين أعضاء النواب وفي خلاف بين أعضاء مجلس الدولة لم يأتوا جميع أعضاءها فيها، فهناك خلط في الموضوع. أنا لم أعرف هل الهيئة انحلت بالإعلان الدستوري أو انحلت بمجلس النواب أو انحلت بالشعب، فهناك قوانين فلا نريد إلى العودة إلى أشياء بدون قوانين رسمية حتى ندخل في نفس النفق الذي دخلنا فيه بالأول. ثالثا سيدي الفاضل، بالنسبة للعودة إلى الشرعية الدستورية، هل العودة إلى الشرعية الدستورية بما فيهم الملك أي ولي العهد، إن كانت العودة بما فيهم الملك ولي العهد فذلك سيدي الفاضل يحتاج إلى قسم ولي العهد قبل خروج الملك إدريس رحمه الله من الحكم، يكون قد أقسم ولي العهد أمام مجلس الشيوخ وآتي إليه بمجلس الشيوخ ليقسم أمامه ولي العهد حتى تستقر الدولة سيدي الفاضل. إن هذه معضلة، ليس لا أتكلم أنا عن معضلة بقيت هي 60 ولا بقى برلمان، ولا أنا أتكلم عن معضلة بقت دولة أم انتحت دولة سيدي الفاضل. هناك معاضل قانونية، هناك أشياء قانونية، هذه الأشياء القانونية إذا قدمت كلا المحاسن فتصبح ليبيا بدون أساس سقط عليه سيد الفاضل. ضروري عندما نفكر في أن نفعل هذا الشيء نرى ما هو خلفياته، وأنا مع أي شيء يصلح ليبيا حتى ولو قلت هي 60، ما دام فيه صلاح ليبيا وما دام فيه صلاح هذا الشعب المسكين الذي الآن لم يستطيع أن يحصل حتى على لقيمته ليسد بها رمقه، أنا معه سيد الفاضل. لم نكن نحن
ما وجدنا فيه كلنا على الشعب الليبي سيد الفاضل. طيب. ولكن أنا أتكلم من معاطي القانونية، ضروري الانتباه إليها، وعندما يفكرون في ذلك مجلس الدولة ومجلس النواب ضروري يفكرون في عواقبهم قانونيا في ذلك حتى نخرج من نخرج من الوضع والمشهد الذي نحن طيب نعم الذي نعم نخرج الظاهر إلى أن تنتهي. نعم. أتحول الآن إلى سيد وليد طرابلسي ناطق الإعلام حراك المواطنة حقي. سيد وليد أهلا وسهلا بك، أنتم من أكثر المنظمات التي تتابع عمل الدستور وعمل الهيئة التأسيسية لصيغة مشروع الدستور، وقمتم بالكثير من الأعمال في هذا الإطار، ما رأيكم فيما يحدث اليوم؟ هناك طلب لحل الهيئة التأسيسية لصيغة مشروع الدستور والحديث عن خيارات تقدم للشعب، إما العودة للدستور الملكي أو يعني صنع دستور جديد وفق اتفاق صخيرات من خلال لجنتين من مجلس أعلى الدولة ولجنة أخرى من البرلمان تقوم بصياغة الدستور وتقدمه للناس. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وأهلا بضيوفك الكرام. أهلا بك. الحقيقة الطلب الأخير من السيد المستشار عميرة صالح رئيس مجلس النواب الليبي يعتبر غريب شوية، خصوصا من تخص في قامة قانونية زي السيد عقيلة. السيد عقيلة احنا نعلم يعني جميعا رغم عدم رضانا مثلا عن عمل الهيئة او المخرجات اللي خرجت بها الهيئة، لكن نحن وصينا اعلان دستوري واضح وصريح. الاعلان الدستوري هذا يقول ان هذه الهيئة المنتخبة هي من ستكتب دستور ليبيا، ما فيش اي شيء اخر. الحديث عن المدد القانونية وطريقة عمل الهيئة هذا كله خلافات ممكن الوصول لها لحل وكل شخص عنده مبرراته، لكن لما توصل انك انت بتحل هذه الهيئه وبتجي بشيء فتي فانت امام مؤامره دستوريه حاليا، وهي تعديل الاعلان الدستوري اللي يتضمن ان لو الهيئه هذه خلال المده نتاعها ما جبتش لنا الدستور يتم حلها. وسيد زياد بغين وكل العالمين بالبرلمان الليبي يعرفوا جيدا ان بشيش مع البرلمان ويقرر تعديل الإعلان الدستوري بحيث يتضمن حل هذه الهيئة وإيجاد شيء بديل، هذا أمر صعب جدا. ويعني والطريق أن من يدعو إلى حل هذه الهيئة هو نفسه يحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري. يعني مجلس الدولة لما يقول لك حتى هو يحل الهيئة، مجلس الدولة نفسه باش يكون جسم موجود في حد ذاته محتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري. حتى البرلمان أمر واقع صحيح موجود حاليا، لكن موجود بناء على الاتفاق السياسي، ما لم يكون في الإعلان الدستوري تعديل الاتفاق وتضمين اتفاق سياسي لا يحق لمجلس الدولة ولا حق البرلمان ان هم يقولوا احنا بنحل الهيئة. لازم قبل كل شيء تنظر لقانونية بقاء الهيئة هذه من عدمها حتى لو انتهت مدتها بتعديل الاعلان الدستوري. هذه حاجة. الحاجة الثانية يقول لك البدائل المطروحة، راوا البدائل المطروحة مش حكاية ان دستور المملكة ولي العهد، بس احنا من خلال الجولات اللي حضرناها ومشكورة قنواتكم تابعتنا في اكثر من امكان والقنوات العالمية الاخرى، في كذا حل موجود كتعديل لمسار العملية الدستورية في ليبيا غير المملكة. هناك من يرى الاتفاق السياسي يكون شبه دستور لو ضمناه مقترحات فقير وانتخابات رئيس لحين توقف الدولة على رجليها وبعدين نديروا هيئة جديدة. هناك من يرى أن تجنيد العملية الدستورية نهائياً إذا حين انتهاء الخلاف الموجود في الدولة الليبية. الكثير من الآراء ايضا العوده الى الدستور المملكه ودستور 63 وعدم، من الذي سيقوم بذلك؟ من الذي سيعدل؟ هني المشكله. لو انك انت تطرح تعديل ولو فاصله واحده مش حتى حرف يعني ولو فاصله. نعم وليد سيد وليد نفس المعضله الاولى. طيب يقول لك سيد زياد دغيم، يعني نحن فقدنا الاتصال بسيد زياد دغيم، نحاول ان نتصل به مجددا وهو غير متاح. يعني يقول لك سيد زياد بأنهم الآن وصلوا لتوافق، هذه الأطراف السياسية الموجودة على الساحة بحالة الخلل القانوني الموجودة كلها هم وصلوا لتوافق، ومن يحاول عرقلة هذا التوافق هو معرقل جديد لإصدار الدستور في ليبيا، ما رأيك؟ من اللي وصل لتوافق؟ أعضاء الهيئة أعضاء المجلس النواب وأعضاء المجلس أعلى الدولة أصبحوا يشكلون لجان للتوافق من بينهم وللتقارب السياسي لكي يصدروا الدستور. الآن بعد أن وصلوا لتوافق الهيئة تخرج بعد 3 سنوات تقول لا هذا حقي، ما رأيك؟ يا أستاذي فاضل من نفس منطق الأستاذ زياد غيم، أنا يعني تسمح لي الدكتور اعتماد وأعضاء الهيئة لو نتكلم اسمهم نوعا ما، حتى هم يقول لك احنا وصلنا لتوافق
وأصدرنا مسودة فلاقت استحسان غالبية الأعضاء وشوفوا أن هي مناسبة لليبيا. ولما احنا أصدرنا هذا الشيء مجلس النواب قال لكم حل الهيئة. علاش مجلس النواب قال لكم حل الهيئة لما هم ما دام الأعضاء وصلوا لتوافق؟ وقد يكون هذا الدستور أيضا لا يسمح لبناء الدولة، لكن في الأخير بنفس المنطق حتى أعضاء الهيئة وصلوا لتوافق. ليش توا بالذات مجلس النواب قال لكم حل الهيئة مع أن خلافات داخل الهيئة من سنة من ايام المسوده السابقه كانت خلافات اكبر بكثير من الموجوده حاليا، يعني ممكن حاليا الخلافات تحل في امور بسيطه، خصوصا غالبيه اعضاء الهيئه متفقين ان لا باس من التنازل من اجل انقاذ البلاد. فليش مجلس النواب حتى هو يصر حاليا او القوى السياسيه، خلينا نكون صريحين مش مجلس النواب بس، القوى السياسيه بصفه عامه مصره ان هي تحل الهيئه، ولا يعطينا ان بمجرد صدور الدستور كل الاسماء السياسيه الحاليه الموجوده كلها تنحل. مجلس النواب، مجلس الدولة، المؤتمر الوطني، كل الأجسام الموجودة كلها تنحل. طيب. لأن خلاص عندك الدستور. نعم. هل هو هذا السبب؟ هم باش يبوا يحلوا الهيئة، ولازم يكون في منطق شوية حتى في الحديث يعني. طيب، عود للاستوديو سيد عصام، ما رأيك؟ يعني كلام سيد وليد يقول لك إذا كان بمنطق أنهم وصلوا لاتفاق ووصلوا إلى توافق ما بينهم، هذا مجلس أعلى للدولة ومجلس النواب، ما هي الأرضية القانونية لوصول الاتفاق؟ مجلس النواب يقول على المجلس الأعلى للدولة أنه غير موجود لأنه لم يتم إعلان تعديل الإعلان الدستوري، ومجلس الدولة يقول عن مجلس النواب أنه ليس موجود إلا بعد أن يضاف الإعلان الدستوري. كيف لهذين الجسمين الهجينين المختلفين أن يصدرا دستور أو يتفقا أصلا؟ هو حتى ولو اتفقوا فإن الأمور دائما القانونية ستصاب بعد ذلك بالعديد من المطالبات والمرافعات القانونية، هذه ضروري، لأن الاثنان ما زال الاثنان في حالة كما نقول استحداث، وهما الاثنان أصلا وليدي الاتفاق السياسي. الآن سيعتبر وليد اتفاق سياسي، لأنه يفترض على مجلس النواب أن يعتمد الاتفاق السياسي وبعد ذلك يتفاعل ويدخل فيه. أما المجلس الأعلى للدولة فما زال عليه مشاكل كثيرة، منها أن البعض لا يعترف به لأن عدم وجود إلا المجموعة التي كانت في المؤتمر الوطني والمضافة إليه، وهناك من يريد إرجاع الـ94 الذين خرجوا من ذلك من هذا المكون الحديث والذي أقره الاتفاق السياسي. سندخل بعد ذلك في العديد من المرافعات، لكن أنا أقول حقيقة حسب ما اتضح لي الآن أننا تسرعنا في عملية الانتخابات وتسرعنا في عملية تكوين هذه الأجسام، بدليل أن هذه الأجسام الشعب الليبي الذي يلوم نفسه الآن على الانتخابات هو ينتخبها ويتركها، لا يذهب إلى المطالبة وإلى الدفع والضغط على هؤلاء النواب من أجل تحقيق الأهداف التي يجب عليها. وأخيرا أقول للذين الآن ينتظرون من مجلس من الهيئة العامة لصياغة من الهيئة التأسيسية صياغة الدستور، كيف ترضون بدستور لا يوجد فيه جميع الليبيين؟ الأمازيغ ليست موجودين فيه، بعض المكونات الثقافية ليست موجودة فيه، هل نطمع طيب بأن يكون دستور طيب يلغي مواطنة بعض الأفراد من المجتمع الليبي؟ نعم. النقطة الثانية، الاختلاف كبير الآن هو الصراع حول هوية الدولة، والنقطة الثالثة والأخيرة، إذا تم هذا الدستور وكتابته إلى من سيحال؟ وكيف سيكون الاستفتاء عليه؟ طيب. شكرا جزيلا لك سيد عصام زميل كاتب صحفي، كنت معي عبر في الاستوديو. اشكر ايضا سيد زياد دغيم عضو مجلس النواب كان معنا عبر الهاتف، واشكر ايضا الاستاذه اعتماد المسلاتي عضو لجنه الستين كنت معنا عبر الهاتف، واشكر ايضا سيد وليد طرابلسي الناطق باسم حراك المواطنه حقي كان معنا عبر الهاتف، ونعتذر للمشاهدين كان يجب ان يكون معنا السيد عبد السلام الصفراني عضو مجلس اعلى الدوله ولكن لم نتمكن من التواصل معه ربما لظروف خاصه به. وصلنا لختام حلقه تغطيه خاصه لهذه الليله، تصبحون على خير، حفظ الله ليبيا، الى اللقاء. حفظك وحفظ الله ليبيا.